تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. بين إيدينا الكتاب المقدس العهد القديم والجديد، هنالك بعض مقاطع صعبة في العهد القديم، وأحيانا يقال لنا إنه فلان من الناس قرأوا هذا النص، استاءوا منه، وجدوا على رأيهم غير لائق، فاعتنقوا دين تاني، صاروا بوذيين، صاروا إلى هنا. في إحدى الحالات مثلا يقول لك أنا قرأت نشيد الأنشاد، أنا قرأت حزقيال، أنا قرأت الأمثال، المقطع الفلاني لقيته أنا لا يليق، مش ممكن هذا يكون كلام الله، إذا أنا كنت مسيحي أو مسيحية، صرت بوذي ولا كونفوشي ولا زرادشتي ولا درزي وإلى آخره. أولا أنت اعتراضك على نصوص من العهد القديم، لما أنت اعترضت على نصوص من العهد القديم على إيش ما انتبهت؟ على العهد الجديد، لأنه العهد القديم بالنسبة إلنا إحنا المسيحيين لا يفهم إلا العهد الجديد عن طريق العهد الجديد. فإذا أنت مستاء من العهد القديم معنى ما تعتنق اليهودية ولا لا؟ زي اللي بقول لك أنا بشوف إنه كتاب بوذا غلط، إذا بدي أصير من جماعة زرادشت. يعني الانتقاد للعهد القديم بخليك ترفض اليهودية، بس بالنسبة إلنا إحنا كمسيحيين نصوص العهد القديم إلها إيش؟ إلها تفسير العهد الجديد، إلها تفسير مسيحي. فقبل ما تترك المسيحية لازم تسأل ما هو إيش؟ أول شيء ما هو كتاب المسيحية؟ حتى في مسيحيين في القديم منهم مونتانوس كان يقول أنا بقبل فقط العهد الجديد، أنا بقبل فقط العهد الجديد. في الليتورجيات الطقوس الشرقية، الطقس البيزنطي، الطقس السورياني، ما فيش في القداس قراءات من العهد القديم، في مزامير بس. مثلا طبعا مش راح نعطي تفاصيل اكثر عن الليتورجيه. الان مش بس هنا في غلط في التفكير، هنا في حياد عن المنطق. في اشي اسمه زي ما شفت في احدى اليوتيوبات، إشي اسمه الإقناع السلبي. شو هو الإقناع السلبي؟ بما إنه هذا الكتاب، خلينا نقول هلأ مع بعض كله الكتاب المقدس العهد القديم والجديد، بما إنه هذا الكتاب غلط إذن هذا الكتاب صح، بما إنه الكتاب المقدس غلط إذن كتاب بوذا صح. هذا اسمه إيش؟ إقناع أو اقتناع سلبي. أنا حتى أقتنع إنه كتاب بوذا صح لازم أقرأ كل كتاب بوذا، وقتها إذا في أشياء هون ما عجبتني ممكن ألاقي زيها هون. أما مش مجرد ما بما إنه سيارتك خربانة إذا سيارتي تمام، بما إنه حماتك مريضة إذا حماتي سليمة البنية. أيوه انتوا معاي. وفي احد اليوتيوبات ايش تبين انه اذا بدنا ناخذ منطقيا، نفرض جدلا
بعض كتب العهد القديم غلط، ما جابت سيرة العهد الجديد. يعني ما بتقدر تقول عنه غلط أبونا. إذا اعتنقت إيش؟ دين ثاني. دين غلط برضه. خلينا نقول إنه أنت بإمكانك زي ما قلنا ترجعي شكرا للعهد الجديد. أولا العهد، برجع بقول العهد الجديد. ثانيا إيش؟ إنه نفس العهد القديم هذا هل هو غلط ولا أنت فهمتي غلط؟ أو هل اللي أنت بتعتبريه عيبا هل هو فعلا عيب؟ هذا اللي بدنا نشوفه في ثلاث نقاط سريعة. بقول لك أولا نشيد الأناشيد. الناس ننسى إنه أحدى اللي بيحكوا هذا الكلام هم من مصر، هذا مهم جدا. هلأ راح نعرف ليش مصر مهمة جدا في مسألة تفسير الكتاب المقدس. بقول لك نشيد الأناشيد هذا غزل، وغزل أحيانا عذري يعني مقبول، وأحيانا حسب رأي بعض الناس إنه غزل إباحي. ولكن أي نوع من الغزل؟ مش إنسان رجل يتغزل بدون مؤاخذة بامرأة غيره أو بامرأة أو فتاة ليست زوجته لا تحل له. هنا عريس يتغزل بمين؟ عروسته. بالعروس. يعني الإطار هو إيش؟ إطار إباحي ولا إطار زواج؟ إطار زواج. هو إطار زواج، وحتى الزواج اللي يعد يحسب فيها أخته يحسب فيها عروسته زي أخته. يعني يحسب في نفس الوقت عروسة وأخت. لقد أتيت إلى جنتي يا أختي العروس. طب أختي العروس إذا هاي تفهم في الكتاب المقدس إنه أنا أحب زوجتي حبا زوجيا، وأيضا أنا أحبها وأعزها كأخت إلي. يعني من كثر ما بعزها كزوجة كنت أتمنى إنه يكون عندنا نفس الصفات الوراثية، نفس الكروموزومات. طبعا ممكن ناس كمان يربطوا هذا النص بيربطوه، بس هذا مش ضروري، بالفراعنة القدماء اللي أحيانا كان الفرعون يتزوج أخته. كان فرعون يتزوج أخته، وربما إنه هذا معنى اسم بطليموس فيلادلفوس اللي على زمانه يعني نحو سنة 250 قبل الميلاد صارت الترجمة السبعينية باليوناني، يعني من العبري والأرامي لليوناني لكتب العهد القديم. بطليموس فيلادلفوس، فيلادلفوس يعني محب الأخ أو محب الأخت. منلخص إذن الجواب الأول شو هو؟ إنه الغزل والحب مش خارج الإطار اللي ربنا خلقه، بل هو أنه إطار الزواج، رباط الزواج المقدس اللي بموجبه ربنا قال لا أبوين الأولين أنموا واكثرا واملأ الأرض. الغزل هذا إذن والتفاصيل هاي تدخل في إطار الحب الزوجي اللي هو مش حب أفلاطوني، بل هو حب بشر، مش حب ملائكة لبعض. هلأ في ناس
بيستاءوا من صفر نشيد الأنشاد، بس وقت ما بيفكروا إنه هم مستفيدوا منه بيستشهدوا فيه. طيب ما هو إذا هذا الصفر مرفوض عندك، ليش تستشهد فيه؟ ليش تقتبس منه؟ بس قبل ما نيجي للجماعات اللي بتقتبس آيات من نشيد الأنشاد أو جمل من نشيد الأنشاد، خلينا زي ما قلنا لكم نرجع للتاريخ. القرن الميلادي الأول سنة 90 للحساب الميلادي، تعرفوا كان دمر الهيكل، اليهودية تدهورت، اليهود لملموا حالهم في بلدة اسمها يمنيا 45 كيلومتر غرب القدس، مش بعيد عن يافا، وعملوا مجمع وحاولوا يشوفوا، خصوصا ضد المسيحيين، شو الكتب المقدسة. وصلوا على نشيد الأنشاد وكانوا شبه مقررين إنه إيش؟ إنه هذا مش كلام الله. زي ما بيقولوا لولا الله واثنين سنتي كان حلفوا، بس طبعا من تصدى لهم الحاخام عقيبة، رابي عقيبة، قال لهم انتوا البعدة مش فاهمين ايش. هذا مش فقط عريس بتغزل بعروسته، ولا سليمان اللي بتغزل بالأميرة الفرعونية اللي تزوجها، ولكن هذه رموز ترمز إلى محبة الله للناس. الله مشبه بالعريس والبشرية مشبهة بالعروس، وخصوصا حسب عقلية العهد القديم مين العروس؟ الشعب العبري، الأمة العبرية. إذا من سنة 90 أدرك رابي عقيبة إنه المسألة مش مسألة غزل، بل إنه إلها إيش؟ رموز وأبعاد ومعاني. ليش مهمة مصر كمان بالنسبة إلنا؟ لأنه في القرن الميلادي الثاني مين عاش؟ أوريجينس. أوريجينس على فكرة هو مصري قبطي طبعا، وأجى بعدين أسس مدرسة تفسير للكتاب المقدس في قيصرية، قيصرية البحر، مش قيصرية فليبوس اللي بسموها بانياس بانياس. وأوريجينس من أكبر الداعين إلى التفسير الرمزي للكتاب المقدس بشكل عام، وبعض مقاطع من العهد القديم إيش بشكل خاص. في حزقيال 33 الكلام 23 عفوا الكلام مش لتأييد الشر، يشبه مملكة يهوذا في الجنوب ومملكة إسرائيل في الشمال بأختين البعيدتين زنيتا. بس شو معنى الزنا؟ عيد منكم في هذا النص، زي شو معنى الزنا في آخر مزمور 72؟ معنى خيانة العهد مع الله، خصوصا وأن العهد مع الله مشبه بعهد زوجي، بوثاق زوجي. أهليبا و أيوة كيف؟ شو أسمين أهليبا و أهليبا وليبا أهليبا أوكي أهولا وأهليبا نعم. هدول إذن ما بحكي يعني ولا يؤيد هذا الإشي. نعم هلأ نيجي لسفر الأمثال بظن الفصل السابع كمان، يعني ما بيقول، خلينا نشوف سفر الأمثال بيحكي عن الخطأ، احتراس الزانية، إنه بدك تنتبه من المرأة الغريبة. أني المرأة الغريبة
إما زوجة الإنسان الآخر أو المرأة الوثنية. أمثال الأمثلة. نعم. كويس؟ ولكن طبعاً أصحاب سبعة عدد ثمانية. ولكن بحكي عن هذا الشر وطبعاً لا يؤيده. ماذا نستنتج؟ هاي النصوص زي نصوص أخرى في العهد القديم اللي كمان إحنا كمسيحيين نجد إنه هي بحاجة إلى تفسير، ولكن لما منكمل في الكتاب المقدس ونصل إلى العهد الجديد هل نجد شيئا منها؟ لا. إذن لا يجوز إنك توقف وين؟ عند العهد القديم، ولا يجوز إنك تأخذ تفسير من عندك. لا اليهود بفسروا ولا المسيحيين بفسروا. اللي بنقدر نقوله في نهاية حديثنا إنه في زي هذا بيقول هالكلام القديس بطرس، القديس بولس عفوا، القديس بولس في رسالته، القديس بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس فصل 13، تعرفوا نشيد المحبة شو بقول؟ عندما كنت طفلا كنت أفكر كالطفل وأتصرف كالطفل. إذا في طفولة في العهد القديم، الطفولة هاي مش طفولة عند ربنا حاشا وكلا، بل عند مين؟ عند الناس، عند الشعب اللي العبري. وبعدين هاي الطفولة ايش بصير فيها؟ شوي شوي تنمو لتصل زي ما قلنا القديس بولس إلى ملء قامة المسيح، إلى ملء قامة المسيح. عشان هيك بصيرش نوقف وين؟ لا في العهد القديم ككل ولا في النص العهد القديم، صح؟ وكمان العهد الجديد مش لازم بس نوقف عند الأناجيل. مثلا أقول لك ممنوع تعميد الأطفال لأنه هيك موجود في الأناجيل، آخر متى آخر مرقس. طيب كمل إنجيل يوحنا فصل الثالث، بيحكي المسيح إنه ضرورة لنيقوديموس في الليل، بيقول له لازم أن نولد، يولد الإنسان من جديد من الماء أو من فوق، من الماء والروح. وبعدين طبعاً الرسل اللي بعمدوا جماهير وبعمدوا عائلات، يعني إنه لازم نقرأ الكتاب المقدس كله ومش لازم نفسره على هوانا. إذن إخوتي أخواتي الآن نفتح المجال للنقاش أكثر عن هذا الموضوع وغيره. شكرا.